اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده الاكل صحي. احنا معانا لحد من كل اسبوع بيكون الاكل هيلثي. بنعمل اي اكله احنا نفسنا فيها من المطابخ العالميه، من المطبخ المصري، من الصعيد المصري الجميل، الريف المصري الجميل، حسب ما احنا حابين. ولكن بنعمل ابحاث على الاكله ونشوف ايه الدهون اللي موجوده فيها، الزيوت اللي موجوده فيها، ونبدا ان احنا نتلاشاها ونعملها بطريقه صحيه بقدر الامكان 50% 60% اللي ربنا بيقدرنا عليه. يعني النهارده معانا سمك فيليه، سمك فيليه مشوي النهارده، اعتقد ده هيلثي مفيهوش حاجه خالص، هنعمله بطريقه بسيطه وسهله هتعجب حضراتكم. معانا كمان سبانخ، يعني حديد، يعني قيمه غذائيه عاليه جدا، ومن خير ارضنا طازه زي الفل اهي، ما هيش اكياس مجمده ولا حاجه. هعملها النهارده جراتان بالشوفان، هتاخد جبنه مش هتاخد جبنه، التفاصيل هنعرفها مع بعض ان شاء الله جوه الحلقه. سبانخ جراتان بالشوفان. معانا طبق مكرونه النهارده هنعمله سلطه بالزبادي، الزبادي جبناه من عند البقال اللي على الشارع، جبناه هيلثي او دايت موجود ده طبعا باسماء مختلفه وتتنافس الشركات عليه. ومعانا مكرونه سلقناها وتخلصنا من بعض النشويات اللي موجوده فيها وحطينا عليها معلقتين زيت زيتون وحضرناها. هنعملها سلطه ازاي؟ بالثوم، واحنا كلنا عارفين الثوم قيمته الغذائيه عاليه جدا وبيساعد على حرق الكوليسترول اللي موجود في الجسم. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، والاكل النهارده هيلثي، وانا عايزك تعملي يوم في الاسبوع تكتبي على باب الثلاجه كده علشان ما تنسيش، مع الشيف المغازي يوم الحد من كل اسبوع بقدر الامكان وبقدر المستطاع يكون الاكل بتاعك صحي عشان صحه ولادنا وصحه جوزك واولادك. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. خدت الشوفان اللي عندي طحنته لان عايز اعمل شويه بشاميل اللي هو الجراتان بتاع السبانخ، فطبعا بطحن الشوفان ده الطبيعي يعني. فخلونا نبدا اول حاجه ازاي نعمل سبانخ جراتان من المطبخ الفرنسي. هو ده النهارده الاكل فرنسي بس بطعم مصر. هنعملها جراتان النهارده زي يعني السبانخ الجراتان بالتعامل السوفليه، الاطباق السوفليه كلها احنا عارفينها، سوفليه الليمون، سوفليه سبانخ، سوفليه تفاح، فراوله، ده بيبقى من الفانيليا، ده اشهرهم طبعا. معانا سبانخ ومعانا شوفان مطحون ومعانا رقائق الشوفان سليمه زي ما هي، ومعانا طبعا من البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه زعتر وبصل وتوم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اول حاجه اجهز السبانخ. نوسع الدنيا كده. دي سبانخ طازه جبناها زي الفل، باخد الورق بتاعها بلاها العروق بجهزها وبحضرها، ومعايا طاسه شديده الحراره على النار، خليها بالشكل ده كده، عايزها تسخن جامد. واخد العروق دي اشيلها كده لان يعني بتبقى قاسيه شويه بصراحه، مش كلها. واخد دول كمان، انت شايفاها كتير بس دي لما تخش النار، وربنا يكفينا شر النار جميعا يا رب، قولوا امين، هتخس، خلي بالك يعني. سبانخ، الملوخيه، الجرجير، الخس، كل الخضروات الورقيه بمجرد ما تتعرض للنار او يتحط عليها الصلصه بتاعتها، اذا بتعمليها سلطه ويكون فيها ليمون وخل بتلاقيها على طول كشت وايه وقلت للربع كمان. حلو. السبانخ كده جاهزه، ولازم السبانخ تتغسل وهي سليمه، ما ينفعش ان احنا نغسلها نقطعها وبعدين نغسلها. اي خضروات ورقيه مش يفضل، يلزم علينا ان احنا نغسلها وهي سليمه ورقيه. بعد ما تتقطع ما ينفعش نحط عليها ميه خالص، ده زيت زيتون. حلو. باخد بصلايه حلوه صغيره كده ناعمه تديني طعم. حلو الكلام اهو. والبصلايه بتتحمر بنزل بفص توم محترم. انا بحضر السبانخ دلوقتي بالشكل ده كده. حلو قوي. استنى على البصله والتومه كده ما ياخدوا لون مع بعض، مع نار شديده الحراره او طاسه شديده الحراره. بنزل عليها بشويه زعتر حلوين عشان عيوني ما تدمعش. حلوه. الاكل النهارده لما بقول هيلثي او صحي، عملنا الكبسه وعملناها رجيم، ام علي تقدر تعملها رجيم، الفته تعملها رجيم، وهكذا. شوفوا بقى ازاي. انا عايز بس كده مخرجنا الجميل وفرسان التلفزيون المصري، شوفوا شكل السبانخ في الطاسه قد ايه، عامله هرم، وبعدين ضغط عليها والله العظيم. هحط شويه ميه كده، شويه ميه قليلين جدا 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 جدا، واغطيها مباشره، بس خلاص، بس استنوا عليها هسه زي ما هي كده. حلو. هنعمل شويه بشاميل مع بعض، جنبيها كده، مش هنروح بعيد، بس نطفي النار دي كده. البشاميل اللي هعمله دلوقتي خالي من الزبده، خالي من السمنه. حلو. طاسه على النار، باخد معلقه زيت صغيره، شويه بشاميل خفاف كده لطاف، معلقه زيت صغيره، واخد معانا كمان بصلايه ناعمه صغيره تدي طعم الوايت صوص بتاعي ده كده. معانا يا عم الشيف عود روزماري، انا بحاول اجيب الطعم، لان طبعا هنا مفيش مكسبات طعم بقى، ولا شوربه فراخ ولا شوربه لحمه، الجو اللي احنا عارفينه بتاع البشاميل ده كده. عود روزماري حلو كده يدي طعم للبصلايه الحلوه دي كده. ده المطبخ. بدات البصلايه يبقى فيها نكهه الروزماري. وابص عليها كده، ايه الحلاوه. عندي شوفان مطحون، الله، واقلبه كده. ده الجراتان او ده الوايت صوص. شوفان مطحون ناعم، بتجيب الشوفان في الكبه وتطحنيه. دول كفايه قوي زي الفل والله. اذا احتاجنا نحط ونقلبهم كده، ندورهم مع البصلايه والعود الروزماري ومعلقه زيت الزيتون لغايه لما الشوفان يتشوح على النار. السبانخ قدام عينيا بتخضر. المدرسه الطهويه العلميه بتقول ايه؟ بتقول السبانخ غنيه بالحديد، يعني فيها اكسده. حلو قوي. حذاري، واكتبيها على باب التلاجه، تحطي ليمون على السبانخ وهي في النار، خلي بالك الحديد هنا هيزعل، وفيتامين سي اللي انت حطاه على الحديد هيزعل، هيبقى فيه اكسده قويه، السبانخ هتسود وشكلها مش هيعجبك. السبانخ تبرد تحط عليها ليمون، ده رقم واحد. هنفتح الغطا دلوقتي ونشوفه مع فرسان التلفزيون المصري، هنلاقي السبانخ دي خضرة، خضار جميل جدا. افتح يا سمسم. ايه الحلاوه دي؟ راحت فين السبانخ؟ خلص الكلام. هنقلبها مع بعض دلوقتي حالا، ونشوف المدرسة الطهوية بتقول ايه. الله، ده انا هعمل دلوقتي تركايه ما يعملهاش غير الشيف المغازي. السبانخ دي نزلت شوية مية، كلهم حديد، فيها العناصر الغذائية اللي بندور عليها. ينفع ان انا استغنى عنهم؟ لا. ينفع ان انا احطهم في الحوض؟ لا. ينفع ان انا اسيبهم؟ لا. هتعمل ايه بيهم يا شيف؟ حالا دلوقتي، اصبر على رزقك. شفت السبانخ خبطت ازاي؟ استوت زي الفل. هعمل ايه بقى؟ هو ده الكلام الكبير قوي. نقلب كده الاول. قول لي هنعمل ايه يا شفيق؟ لو قلت لي هنعمل ايه هاجي عندك وناكل السبانخ دي مع بعض. العب يا سمك. شايفين الشوفان؟ تقليبه جيريه، مع معلقه زيت الزيتون. الشوفان اتحمر خد لون مع الروزماري، من غير ما اضرب. حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هسه هناخد الميه بتاعه السبانخ، الحديد، مستودع الحديد اللي عندنا. يا ويلي يا ويلي المطبخ. هو ده المطبخ. اكله فيها كل العناصر الغذائيه اللي بندور عليها. واعصر السبانخ كده عشان انا مش عايز الميه بتاعتها. اللهم صل على النبي. واخليها جنبي كده، ابص لها كده وهي تدلع، واقلب كده. ايه الاخبار؟ هو ده. محتاجين لشويه حليب بقى، والحليب عندنا هنا دسامه قليله، بنشتريه من اي سوبر ماركت على الشارع. اللهم صل على النبي. هو ده. خلص الكلام. نقلب. ده الوايت صوص بتاعي، ده البشاميل بتاعي. كلكع مين يا راجل؟ طيب احنا بنهزر يعني، خبره السنين والتعب اللي تعبناه ده كان في الاخر نضعف قدام شويه وايت صوص او بشاميل. طالما الحليب نازل بارد على البشاميل او على الدقيق او على الشوفان، احنا في الامان. نزل مغلي وسخن على سخن هيكلكع منك. نقلب كده، واحنا بنقلب على نار هاديه. احنا مع بعض في الاخر هنشوف الانتاج. السبانخ اختبرت عندي الوايت بشاميل، الوايت صوص او البشاميل بتاعي من الشوفان، معلقه زيت زيتون حمرناها مع بصلايه ناعمه وشويه روزماري، وبعدين نزلنا بالشوفان بتاعنا المطحون. سريعا في التقليب علشان الحليب لما يغلي هنا يديني القوام بتاعي. وحذاري ترفعي البشاميل بتاعك من على النار الا لما يغلي. حذاري ترفعي المهلبيه بتاعتك من على النار الا لما تغلي. حذاري ترفعي رز بلبن بتعمليه على النار الا لما يغلي. علل ولماذا في جمله مفيده، لانك بتضمني انك انت خدت القوام اللي انت عايزاه. تقليب سريع. تليفونات فين؟ عايز اسمع التليفونات وحد يقول لي تسلم ايدك يا مغازي. تقليب المستمر. واحط على نار شديده كده واسيبها، ونجهز الكسرولة بتاعتنا اللي هنشتغل فيها واحنا مع بعض. نشيل ده من هنا على جنب. بنجيب كسرولة حلوه، السمك ده نخليه على جنب عشان هنعمله مشوي دلوقتي بالمستردة وزيت الزيتون، حاجه كده هيلثي لطيفه. كسرولة فين؟ اهي، حلو قوي. عندي حبوب الشوفان الجميله الحلوه، رقائق الشوفان اهي، بحطها هنا كده. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ اهو زي ما هي كده، زي الفل. تسلم ايدك يا باشا. معلقه زيت زيتون حلوه عشان دي هدينا قرمشه ما تخش النار. حلو قوي. رشه زعتر حلوه بطعم الشوفان اهو، زي الفل. اخبار الوايت صوص بتاعي اهو على النار بيغلي، ما تقلقيش. كل ما يتعرض لدرجه حراره كل ما يديك القوام بتاعك. نشوف السبانخ بتاعتنا اخبارها ايه. ادي السبانخ اهو. لا مفيش لحمه مفرومه، دي سبانخ جراتان من غير لحمه مفرومه يا غالي. لو عايزه تعملها باللحمه المفرومه ده مش دايت. وارص السبانخ كده، والسبانخ ما تتقطعش، تنزل زي ما هي كده ورقيه عامله زي اللازانيا في قلب الكسرولة. طعم السبانخ لطيف وجميل. تخيلي بقى انك تعصري ليمون على السبانخ وهي في النار، هتلاقيها سودة. الله، فين ميه السبانخ؟ في قلب الحله مع الشوفان. فين طعم السبانخ؟ في قلب الحله مع الشوفان. لسه ما خلصتش. اصبر على رزقك عشان تاخد حاجه حلوه. في نفس الطاسه اللي كان فيها السبانخ حطها هنا، واخد الشوفان بتاعنا. اللهم صل على النبي. هو ده هو ده، ده المطبخ. واقلب. الله. شفت شقاوة المطبخ وانا شغال. شايفين البشاميل بتاعي؟ كلكع مين يا راجل يا طيب؟ بنكفينا شر الكلكعه، قول امين. ايه الحلاوه دي؟ زي ما هو كده حبيبي، هناخده مع بعض ونوزعه على السبانخ. الله. لا بس انا عايز اشوفها بتبكبك، عايز اشوف يعني عايز اشوف البكبكه طالعه كده. يلا اطلعي اطلعي يا حلوه. بص هو ده. بص ده تمام كده، انا في الامان. ايه الحلاوه دي؟ جيب لي هنا. حلو قوي. شفت ده؟ لازم اشوف البكبكه دي يعني. سموها بكبكه، لازم تبكبك. شايف القوام ده كده اهو، ناخدها كده. مين يا فندم؟ الله. حبوب الشوفان في قلبيها. الله على السبانخ دي، تاكلي صوابعك وراها. آمنة، الحديد اللي في السبانخ مفيد. مضادات أكسدة، قيمة غذائية عالية جدا. والشوفان بتاعنا مفيد جدا، بنسميه مكنسة المعدة. فيه ألياف فعالة وألياف غير فعالة. يعني إيه يا شيف؟ يعني بيحرق الكوليسترول اللي موجود في الجسم وبينزل الدهون. كده أنا استخدمت لك الشوفان في أكلة النهارده مفيدة في متناول الجميع. شوية البشاميل دول مفيدين جدا. واختياري، عايزة تحط جبنة أهلا وسهلا. المخرج بيقول لي ممكن نحط جبنة، اختياري، إحنا معانا جبنة، ممكن نحطها ما نحطهاش زي ما أنت عايزة. بس أنا هعمل حاجة لطيفة غير الجبنة. أنا معايا لوز مطحون، يا مزاج اللوز. أجود بقى، دي مش في المقرر. شفت الجو ده كده؟ درجة حرارة الفرن عندي 180. بفتح الفرن بتاعي ومكانها فين احنا مع بعض حالا دلوقتي. وشوية شوفان كده على الوش، زي البكر كده لما بحط شوفان على الخبزة وهو بيسويها في النار تلاقوا فيه عيش كده على وشه شوفان، سعره غالي بلاش تشتريه. نفتح الفرن يا عم الشيف ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. حلو قوي. احنا عندنا في الفرن هنا حاجة هنطلعها عند الجريلا بتسخن عشان هشوي عليها السمك. الله، بحطها هنا. الله، هو ده. تعالوا مع بعض. حلو قوي. نشيل ايه؟ اللهم صل على النبي. خليها كده هنا. تعالوا نشيل دي كده ندخلها الفرن. ابا، يلا دي مكانها هنا. حلو قوي زي ما هي كده. بصي لي عليها بصه حلوه كده. سبانخ جراتان بالشوفان بتكنيك علمي طهوي لطيف وجميل في متناول الجميع. السبانخ بشخصيتها والوايت صوص بتاع الشوفان بخبره علميه. هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نشوف مع بعض ازاي هنعمل سمك فيليه مشوي النهارده على طريقتي، هتعجب حضراتكم. ولكن السمك الفيليه لازم طبعا اختيارك له لازم يكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ولما نيجي نشوي السمك الفيليه على جريل او على طاسه تحط في الاعتبار ان ممكن يلزق منك، تحصل مشكله، يتهري منك. تعالوا نشوف الشيف المغازي هيشويه ازاي بطريقه بسيطه وسهله. المقادير على الشاشه: مستردة، توم، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح وفلفل زي الفل. حلو قوي. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. وعندنا ممكن شويه ريحان مطحونين لطاف كده بزيت الزيتون او صلصه البيستو حسب الرغبه. صلصه البيستو عباره عن ريحان مطحون مع توم في قلب الخلاط وزيت زيتون ولوز او عين جمل. ما لقيتيش لا ده ولا ده حط فول سوداني على مسؤوليتي انا. هناخد شويه التوم الحلوين كده زي الفل، مستردة، وتوم، حلو قوي، زعتر، كان حلو كده اي خدمه، حلو قوي، ملح وفلفل. الاسماك خلي بالك ما تستخدميش بهارات كتيره في تسويتها عشان الطعم ما يهربش منك. يعني ايه يهرب يا شيف؟ يعني ما تعرفيش الدنيس من القاروص من البوري والبولت وهكذا. دايما تقللي التوابل علشان الطعم يبان ونوعيه السمك تبان ولحم السمك يبان قدامك اذا طازه ولا مش طازه. تبلنا كده السمك بالمستردة وعصير الليمون وزيت الزيتون مع بعض. وناخد سنه شبت صغيره. انا عاشق للشبت في تتبيله السمك. ونقلبهم كده على النار. خلطة لطيفة جميلة زي الفل. زي ما هو كده عندنا السمك جاهز اهوت. نشيل النعناع اللي حاطينه ده كده في الفرن، ما تقلقش السبانخ. وعندي جريلا بتسخن على النار شديدة الحرارة، خلي بالك. اخد التتبيلة دي كده، اللهم صل على النبي. نمسك السمك كده بالشكل ده كده، خلي بالك هنا درجة الحرارة بتاعة الزهرة أو الجريلا تكون سخنة. أنا عايز الصلصة دي معايا، الباقي منها هعمل شوية صوص حلوين منها كده. ممكن أحط لها كريمة لباني لو أنا مش عايزها هيلسي أو مش عايزها دايت، يعني من غير كريمة لباني بحط معلقة نشا صغيرة تدي قوام. بقلب السمك كده تاني. التتبيلة دي مهمة جدا على فكرة، ممكن تتبليه من بالليل وتحطيه في التلاجة، ده اختياري برضو. نعم ينفع، مخرجنا بيسأل الصلصة دي ينفع نشوي بيها أي نوع سمك؟ أي نوع سمك يخطر على بالك، جمبري ماشي، أي نوع سمك، بس يفضل طبعا السمك اللي ما فيهوش حسك كتير، الشوك يعني. أهم حاجة الزهرة أو الجريلا تكون سخنة. شفت التتبيلة دي توزعها كده بالتساوي، زي الفل. باخد شوية زيت، عندنا جريلا على النار بتسخن حلو قوي، بنحط فيها شوية زيت بالشكل ده كده. عايز اشوي السمك ده من غير ما يلزق في الطاسة بتاعتي، خلي بالك. بالشكل ده شغال بده كده، واخد السمك، الله هو ده، يلا، اللهم صل على النبي، هو ده هو ده. ما تقلبهوش بقى خالص ولا تيجي جنبه خالص. مخرجنا بيحب الحاجات الحلوه دي في قلب الشوي. الصلصه دي ناخدها كده، الله. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. العب السمك. خلص الكلام، نسيب السمك بيستوي على النار. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب، انا جاهز as you like. يلا ناخد بعدنا ونطلع فاصل. السمك بيستوي على النار، مطلوب مننا نروق الكاونتر بتاعنا والبوتاجاز بتاعنا، ومعانا السبانخ الجراتان في قلب الفرن بخبره علميه طهويه فنيه. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع للاكل بتاعنا النهارده، هيلسي نقدر نقول، دايت نقدر نقول، بقدر الامكان اقل دسامه. او هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الاخيره لعمل شويه سمك مشوي تقدري تعملي بالصلصه اللي انت حباها. انا اعملها بصلصه المستردة، صلصه الريحان، حسب الرغبه. حلو الكلام. معايا البهريز اللي كان بتاع شوي السمك، ومعايا ريحان هنا باخده بالسكينه كده، ريحان طازه. جربيه كده مع السمك المشوي بجد، زي ما هو كده يتغسل طبعا قبل ما تقطعيه، تاخديه تحت ايدك كده بالسكينه حاميه بالشكل ده كده، يتفرم تحت السكينه. وحذاري انك تغسلي ريحان بقدونس الشبت بعد ما تغسليه، بعد تقطعيه، دي مشكله خلي بالك، ما ينفعش خالص بالشكل ده كده. ناخد الريحان بعد التقطيعه الحلوه دي كده والفليفر بتاعه، انت لو شميتي صوابع ايدك دلوقتي هتلاقيها كلها ريحان. ناخده ننزل بيه هنا كده، الله على الصلصه دي زي ما هي كده. الرشه بتاعتك تكون نظيفه. ونقلب الريحان مع الصلصه بتاعتي دي اللي كان باقي من المشوي عندي. حطيت معلقه نشا صغيره في الفاصل اهو، وادتني القوام الحلو ده كده. باخدها زي ما هي. تعالوا مع بعض نشوف الصينيه بتاعتنا اخبارها ايه. سبانخ جراتان المال الحلال ربنا مبارك فيه، مع ان قايل المخرج فكرني الله يسامحك. اه هو ده، شوفها مع بعض كده اهي. اللهم صل على النبي. لا خدت لا بيض ولا كريمه لباني، شايفه الشكل والجمال سوفليه اهي. اللهم صل على النبي. يلا صورني معاها نشوف السمك بتاعنا اخباره ايه. هو ده اه. هتجيب السبانخ ولا تجيب انا معاك اهو حبيبي حبيبي اه. لا فله فله، شوفان ده شوفان يا كبير حبيبي حبيب والديك اه. هو ده اه الله اه. شفت السمك ده كده اه زي ما هو كده اه. وندخل دي الفرن شويه زي ما هي كده يا عم الشيف اه. الف انا وشفا. ناخدها زي ما هي كده في درجه حراره الفرن هنا. اللهم صل على النبي. ونحطها في الفرن شويه، ده الطبيعي. ليه يا عم الشيف؟ انا من الناس اللي بيحب الاكل ويل دان شويه، خاصه في المشوي. اللهم صل على النبي اه. بص عليها هتبان معاك كده ولا نقفل الفرن؟ يلا يلا تعالوا مع بعض نعمل طبق مكرونه لطيف وجميل. مكوناته على الشاشه، يعني بساطه، يعني سهوله، يعني مرونه. مكرونه قواقع، معانا ريحان اخضر، معانا زبادي وتوم. نعمل طبق سلطه مكرونه ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه اه. نعمل الصلصه الاول بتاعه المكرونه اه زي الفل. معانا شويه زعتر حلوين كده، ونحط عليهم فص توم حلو، شويه ريحان متقطعين. لما انا بقول سلطه مكرونه باللوز يا مزاجه اللوز والزبادي، اكيد في موقف هنا ان انا عايز الاولاد لما ياكلوا منها تبقى الهرم الغذائي. اللوز كلنا عارفين ان هو اوميجا 3، بيعلي الذاكره، ما يخليش الزهايمر يجي لنا، بيخلي ذاكرتنا قويه، بيخلينا اذكياء، لان طبعا نوع بروتين غير مشبع اللي هو موجود في اللوز، عين جمل، المكسرات كلها احنا عارفين، عندك الفستق، الفول السوداني، ده كله اه. ده لوز مطحون ناعم اهوت مع ريحان اخضر اللي هي زي صلصه البيستو بس دي خشنه، معاهم زيت زيتون وفص توم، قلبتهم مع بعض. بنزل عليهم الزبادي اه، زبادي هيلسي او قليل الدسامه مفيش مشكله، ونقلبهم مع بعض. السلطه دي جميله جدا، جربي واعمليها لاولادك اه. عايزاها سبايسي شويه، حط شويه فلفل اسود اه زي الفل، وننزل المكرونه عليها ونقلبها. جربي تعملي السلطه دي، مش لازم كل يوم مكرونه بالبشاميل. مكرونه بتتسلق، بعد ما تسلقيها قواقع. ليه اخترتها قواقع يا شيف مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري؟ عشان تشيل من الصلصه وتشيل اهي. شفت ازاي بديها فرصه اهي، دي تشيل منها كده تبقى لطيفه وحلوه. اختارها صغيره اهي، تقومي لما تاكليها تبقى لطيفه وحلوه. ما عندكيش دي حط المكرونه البنه الصغيره اه او بتاعه المبكبكه زي ما انت عايزه. نقلب الطبق ده كده، وعايز اغرفها هنا في الطبق الحلو ده كده. سلطه لطيفه. قولي لي فين الدسامه هنا كده. تيجوا مع بعض نشرح مكوناتها. مكرونه سلقناها بميه وزيت زيتون وشويه ملح، خلصنا بقدر الامكان من النشويات اللي موجوده فيها. حلو، غسلناها بعد ما اتسلقت، وحطينا عليها زيت زيتون بعد ما غسلناها وركناها على جنب عشان كده مفلفله. خدنا زبادي حطينا عليه لوز مطحون، ريحان، زيت زيتون، فص توم، شويه ملح وشويه فلفل، وبعدين قلبناها مع بعضيها. حاضر، شفت السلطه الحلوه دي كده؟ الله حلو قوي زي الفل. البرزنتيشن بتاعها حاجه بسيطه وسهله. هنروح بعيد ليه؟ الحاجات دي بتعجب الولاد. حد ياكل ده مع السلطه؟ هو شكل حابه تحطيه. اهلا وسهلا. تمام. تعال وشويه لوز على الوش. عينيا. حاضر. ما زعلكش. لا ما يتحمصش، ما احنا بنهرب. احنا بنعمل ابحاث على الاكله. الحاجات اللي فيها دهون، فيها زيوت، فيها سمنه، بنهرب منها. تحمير وهكذا. ونحط العود الروزماري الحلو ده كده. حلو قوي. وناخد دي نخليها هنا كده. الله عليك يا شيف. تمام. ونشيل الحاجات دي من هنا، الزحمه دي مش عايزها. اللهم صل على النبي. تعالوا. عينيا. حاضر. حاضر يا حبيب قلبي وحبيب والديك. اللي انا حاطه ده نعناع اخضر. عشان السلطه دي فيها توم. عايزين ناكل سلطه فيها توم بس بقنا ما يبقاش ريحه توم. حلو. زي الفل. تمام. هنطلع مع بعض السمك، بس عايز اغرفه في الطبق ده. الله، هو ده. وانا واقف هنا جنبه كده في السمكه الحلوه دي كده. سمك مشوي بالريحان. اللهم صل على النبي. جاهز. العب يا السمك. هو ده. خليه زي ما هو. والله انت وقتك معايا وقت، قول لي غرفه. مفيش وقت، زي ما انت عايز حبيب قلبي وحبيب والديك. احنا ورانا حاجه في الطبق الحلو ده كده. يا غالي يلزق ازاي بس ده كلام؟ امال خبره السنين فين يا حبيب قلبي وحبيب والديك؟ لحته السمكه عايزه تنط من الطاسه تطلع في الطبق للتقديم، مستويه متغلفه، التوبنج والصلصه الحلوه، الصلصه الذهبيه المخلوطه بالمستردة وعصير الليمون. ما فيهاش طبعا زبده، خلي بالك، ما فيهاش كريمه لباني، ولكن لو انا هاكله طبعا لازم احط زبده وكريمه لباني، هتبقى احلى بكتير. بس انا بحاول النهارده اعمل الاكل بتاعي هيلسي. حاضر. عينيا. قرن الفلفل اللي بيحبه المخرج ده. نشيل دي من هنا كده بالراحه عشان سخنه، خلي بالك. يابا. والسمك طبعا بيحب الرز الابيض، بس النهارده مفيش داعي للرز لان معانا سبانخ جراتين. حلو كده مكانه؟ قول لي حبيب والديك. العب يا سمك. دي طريقه حلوه للتقديم، قالوا لي الاساتذه المصورين بصراحه، لان احنا كلنا بنشتغل في نفس واحد. النفس ده له هدف، ايه هو؟ الصوره تطلع حلوه زي ما حضراتكم شايفينها كده، مفيش حاجه على الكاونتر خالص غير الاكل اللي انا عامله، ودي حاجه حلوه عشان العين ما تخطفش. السلطه حبينا هنا. حلو الكلام. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، اكل هيلسي زي كل يوم حد من كل اسبوع، بقدر الامكان بنجتهد بنعمل الاكلات اللي نفسنا فيها. عملنا السبانخ جراتان النهارده من خير ارضنا، قطعنا العروق بتاعتنا خدناها، خدنا البهريز بتاعها والشوربه بتاعتها والميه بتاعتها، شاركت بقلب جامد في الجراتان او البشاميل بتاع الشوفان. عملنا سمك مشوي قشر بياض لطيف وجميل بالماستر صوص، عملنا مكرونه لطيفه باللوز والزبادي، قيمه غذائيه عاليه جدا لاولادنا واطفالنا الحلوين. السلطه الجميله على السفره بتاعتنا كل يوم بشكل جديد وبطعم جديد، يعني رؤيه وفن وابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماسبيرو.